عين صالح وبالتحديد من بلدية فوقارة، شعبة تربية أبقار الحلب كمشروع مصغر يرغب في تطويره ليكون على شكل ملبنة تغطي احتياجات المنطقة. تقرير عبد الرزاق حاجي وحميد عوادي. عبد الرؤوف شاب ينحدر من بلدية فقارة زوا بعين صالح، اختار العمل بمجال واجه فيه العديد من العراقيل، غير أنه واصل فيها تربية الأبقار الحلوب شعبة جديدة بمنطقته. عملت أنا كان في عمل الفلاحة، عمل الفلاحة عملنا القمح، ومن بعد عملنا التجربة تاع الميز الذرة. بعد التجربة تاع الذرة، للذرة ما عندناش مشتري اللي يكون من عند الدولة، يعني الشاري كل من خواص مربي الابقار. نهار قلنا المشكل بانه الشاري ما كانش يشري علينا، ولينا حنا قلنا نديروا تجربه لهذا الاكل تاع البقره اللي راه يمشي للشمال وراه تشريه في الشمال ويخدموا ينتجوا الحليب، على ما نجيبوش حنا البقره هنا للصحراء. جبنا البقره هنا للصحراء ولينا نخدموا الماكله هذه لينا نخدموها ونوكلوها البقر تاعنا. تغطية الطلب على مادة الحليب الأساسية ما يطمح له عبر مشروعه المصغر، ولكنه كغيره من المستثمرين الشباب يطرح بعضا من المشاكل العملية التي يأمل أن تحل. الحليب مطلوب كثرة هنا، يعني ما عندناش مشكلة تاع الطلب تاع الحليب، ولكن مشكلة تاع التعليب. يعني دوك أنا كاين الحليب كيوجدني ما كاش هنا ملبانة، لكن كاينة ملبانة هنا نقدر ندفع الحليب الملبانة. ما كاش ملبانه هنا، كلنا رانا نخرجوا بحليب يحتاج للتعليب، على الاقل كان يكون عندنا هنا ملبانه ولا تعاوننا الدوله باش نديروا ملبانه ونخرجوا بها ان شاء الله. ملبانه تعمل وفق المعايير العالميه وتوفر منتوجا صحيا، افاق عبد الرؤوف المستقبليه التي يعمل بجد لتحقيقها، فقط يرغب بدعم ومتابعه من السلطه المعنيه.